السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هنكمل شغل الـ functions في الـ session اللي فاتت عرفنا إن الـ function بتتكون من الاسم بتاعها، وبعد الاسم على طول بيبقى فيه قوس وبتكتب فيه نوع الدخل، مثلا int، بعد كده اسم ما، بعد كده لو في دخل تاني يبقى برضه النوع بتاعه int واسم ما y، وبتقفل القوس وبيبقى فيه هنا نوع الخارج بتاعك. لاحظ ان دي العلامة المميزة لأي function، انه اي function لما تلاقي ان فيه في اثناء الكود ان ده على function اللي بتحتاجه عشان تنادي على function هو اسم الدالة، وبعد كده القوس ده، وبعد كده قيمة الدخل. طبعا ما متعرفش متغير، مثلا لو هتنادي مثلا هتنادي على متغير اسمه r، متغير اسمه z، وزي ما قلنا المفروض ان ال r هيتنسخ قيمتها في x وال z هيتنسخ قيمتها في y، وبعد كده هتلاقي فيه قوس مقفول. يبقى دي العلامة المفروض مميزة لأي function، ان يبقى فيه اسم بعد كده أقواس مفتوحة والدخل وبعد كده تقفل القوس. طيب دلوقتي لو جينا ال function بالشكل ده، نوع الخارج بتاعك void يعني ولا حاجة، واسمها change، والدخل بتاعها مثلا int r، وقلت هنا في تعريف ال function في ال full definition او في ال implementation التطبيق انه ال r بتساوي 9، انتهى الكود هنا. طيب لو جينا نشوف النداء عليها، انا بنادي على الدالة دي، مثلا انا هروح عامل متغير اسمه int، متغير اسمه z نوعه integer وقيمته 11، ورحت منادي على الدالة change وديت لها قيمة الz، وجيت اطبع قيمة الz دي cout، السؤال بقى الزد لما تطبع قيمتها هتكون 11 ولا 9؟ اللي بيحصل انه لما بتنادي على الدالة change وتبعت لها قيمة الزد، لو افترضنا ان دي الميموري تحت وان الزد متغير هنا اهو وقيمته 11، ايه اللي بيحصل لما تنادي على الدالة change وضعها الحالي؟ لما تنادي على الدالة change بوضعها الحالي بينسخ قيمة 11 في مكان ما آخر انت بتكون مسميه ال r، ويبدأ يشتغل بيها جوه الدالة. واللي بيحصل كمان انه قيمة الزد بيحتفظ بيها في مكان ما آخر بيخفيها، او النظام بيحتفظ بيها لحد ما ترجع تكمل الدالة بتاعتك. يعني الترتيب التنفيذي العادي انه بينفذ دي الاول، وبعد كده لما يلاقي ان ده على الدالة يسيب الكود في المكان ده ويروح للدالة يبدأ ينفذها خطوة خطوة، زي ما قلنا بينسخ ال11 دي يحطها متغير اسمه r، بعد كده ينفذ الجملة دي ان r بتساوي 9 سيمي كولون، كده ال11 المنسوخة دي هي اللي هتتغير وتبقى 9، لكن الاصل هيفضل زي ما هو. يخلص تنفيذ الدالة يرجع للنقطة اللي كان سايب الكود عندها، وطبعا لانه نوع الخارج void فمش مفيش اي قيمة معينة هترجع، تيجي تطبع الزد هيطبع قيمة 11، لان 11 دي هي اللي موجودة حاليا في الزد حسب الكلام اللي اتقال دلوقتي. طب انا لو عايز اغير قيمة الزد فعليا ايه اللي يحصل؟ اللي يحصل ان ال r دي بدل ما نتعرف كده int r بس، هيتعمل ما بينهم علامة ampersand، العلامة دي اسمها ampersand ampersand، دي برضو الناس كلها عارفاها على انها علامة and، بس اسمها الصح ampersand. وجود العلامة دي بيعمل ايه؟ وجود العلامة دي بيعمل حاجة اسمها synonym دي يعني اسم مرادف، او اسم هو يعتبر نفس الحاجة بالظبط. اللي بيحصل انه لما تيجي تعمل الاند ار كده
لما تنقل على الدالة الزد بقى مش هيتعرف مكان جديد، لا هيعمل اسم تاني لنفس متغير زد، الار هو نفسه الزد، وبالتالي التغيير في قيمة زد، ان التغير قصدي في قيمة ار هيغير في قيمة الزد، وبالتالي فعلا هنا لما تيجي تطبع بالسي اوت قيمة الزد هتلاقيها بقت 9 المرة دي لما يكون في علامة الامبرسنت، لانه في الميموري بيدي الاسمين دول لنفس المتغير، وبالتالي يوفر عليك انك تحجز مكان جديد تحط فيه المتغير ده. على فكرة مش مجرد بس في نداء الدوال، انت ممكن لو عايز تروح قايل كده انت مثلا y بتساوي 9، وجيت بعد كده انت اند مثلا ال، حرف ال بيساوي y، كده انت برضو عملت اسم جديد للمتغير y. يبقى كده لو قلت ال بتساوي 10، الواي هي كمان منطقيا كده الواي هتساوي 10. طبعا دي ما بتحصلش فعليا بس، او انت ما بتشوفهاش مباشرة، بس اي تغيير في ال بيغير الواي بيبقى زيه، تمام؟ يعني هتلاحظ حتى هنا ان الزد لما بتتبعت هنا في الار بتتبعت هي نفسها، هي نفس الفكرة هنا، عرفت انت اند ال حطيت فيها الواي، هنا برضو عرفت انت اند ار او انت امبرسند ار وعرفت فيه الواي. يبقى النقطة دي اتفهمت كده ان شاء الله، انه التغيير في المتغير لما تبعته ك انك تعرف البارامتر هناك او انك تعرف الداخل مع علامة الامبرساند، يبقى كده اي حاجة هتدخلها هنا هتتغير مباشرة جوه الدالة. طب انا استفيد بحاجة زي كده في ايه؟ من المعروف ان دلوقتي اي دوالم اللي احنا كنا بنعرفها بيبقى ليها خارج واحد بس بتحدد نوعه هنا. طب افترض انا عايز الدالة الواحدة تطلع اكتر من خارج، يبقى ده الحل اللي احنا نقدر نستخدمه، اللي نقدر نستخدمه موضوع الامبرسند ده، عشان لو اكتر من خارج موجود عندك. ليه بقى؟ لانك بتعرف المتغيرات قبل الدالة تبعتها جوه الدالة تاخد قيم اللي انت عايزها للخارج. يعني مثلا لو انت في الدالة نفسها هتعمل اكتر من عملية، ده اللي هنشوفه المسألة الجاية، الخارج كله ممكن ما يبقاش هو خارج واحد، يبقى اكتر من خارج، انت تعمل العمليات بتاعتك وتخزنها في متغيرات انت باعتها بعلامة الامبرسند، وبالتالي اي تغيير في الاصل اي تغيير جوه الدالة هيغير المتغيرات اللي انت معرفها قبل الدالة، والمتغيرات اللي انت معرفها قبل الدالة دي بما انه اتخزن فيها الخارج يبقى اقدر استخدمها جوه المين فانكشن. شوف الكلام دلوقتي، انت نشوف اول مسألة اكتب برنامج سي بلس بلس يسمح لليوزر ان هو يدخل رقمين اكس وواي من الكيبورد وينادى على دالة عشان يرجع المجموع ناتج الطرح وناتج الضرب للرقمين. لاحظ ان هو بيرجعش خارج واحد، بيرجع تلاتة، بيرجع تلاتة خارج، غير ان الدالة نفسها ليها داخلين. قبل كده احنا كنا دايما بنقول ان ده اللي ما بين القوسين ده هو يعتبر الانبوت بتاع الفانكشن، بس مش دي التسمية الصحيحة قوي. دلوقتي المفروض ان دول اسمهم parameters، دول البارامترز. ليه؟ لانك بعضهم ممكن تستخدمه كانبوت، وده بيبقى مجرد تعريف متغيرات عادي، وبعضهم ممكن تستخدمه كاوتبوت. الاوتبوت بقى اللي انت هتقدر تستخدمه كخارج ده لو بيبقى معاه علامة الامبرسند. يعني كده انت عندك الدنيا بقت متقسمة ليه، ممكن انبوت او اوتبوت. لو هتستخدم اوتبوت غالبا هيبقى معاه الامبرسند، ويبقى انت كده عندك دول الاسم صح ليهم بارامترز مش input، ده اللي هما بين الأقواس بتاع الدالة. طبعا ده اسم الدالة وده نوع الخارج بتاعك. غالبا بقى لما يكون عندك الدخل هو يعني من ضمن الأقواس بتاعة البارامترز، لما يكون عندك فيه output يبقى غالبا نوع الخارج هيبقى void، يعني ولا حاجة، انت مش محتاج أي خارج، لأن الخارج انت بتطلعه في المتغيرات اللي عندك كده، انت معرفها على انها output تعتبر يعني output. نبدأ نشوف الحل، هنعمل هاش انكلود ايو ستريم طبعا، ونبدا نعمل بروتوتايب بتاع الفانكشن. زي ما انت شايف نوع الخارج void، اسم الداله اي اندرسكور اس اندرسكور ام فانكشن، اديشن وسبتراكشن مالتيبليكيشن فانكشن، وعندك هنا هتلاقي فيه اتنين float
عاديين من غير اي حاجة، وتلاتة float معاهم ampersand. انك تكتب اسم متغير او ما تكتبوش ما هيش مشكلة، دي حاجة اختياري. وكمان لو طلع لو كتبت اسم المتغير هنا مش شرط يبقى هو نفسه اللي مكتوب تحت، يعني مش شرط ان هنا في الديكليريشن بتاعك اسماء متغيرات، مش شرط انك تستخدم نفس اسم المتغيرات تحت، مش شرط لو كتبت اسم متغيرات فوق غير اللي تحت ماشي. اهم حاجة النوع والترتيب، تمام؟ حتى يعني لو ما كتبتش حرف الـ A ولا الـ S ولا الـ M هنا برضو الدنيا هتمشي تمام، مش هيبقى في مشاكل ان شاء الله. طيب نبدأ نشوف بقى الدلمين نفسها. int main float x و y و add و sub و multiplication. لاحظ ان الاكس والواي هو اللي قايل عليهم في الدخل، ودول اللي هتستقبل فيهم الخارج. ومنطقيا بما ان دول اللي هتستقبل فيهم الخارج دول اللي هتعرفهم في الفانكشن تحت، زي ما انت شايف ان حتى في الديكلاريشن دول اللي هتعرفوا ك output ودول اللي هتعرفوا ك input. يبقى عندك كام واحد؟ عندك خمسة، اتنين input وتلاتة output. Please enter the two numbers وبالCN تاخد الرقمين، وبعد كده تنادي على الدالة، ادي الاسم وادي الدخل الاتنين الاولانيين والخارج التلاتة دول. مفيش اي تغيير في نداء الدالة، انت هنا بتكتب اسماء متغيرات عادي جدا، اهم حاجة انك تعرفهم هناك بالامبرسنت. بعد كده بتقول بقى the result of the summation is، وادي نتيجة الجمع. the result of subtraction is، وادي نتيجة الطرح. multiplication برضو وreturn zero. كده انتهت المين، واعتقد ان هي بسيطة. نيجي بقى على تطبيق الدالة نفسها. متوقع طبعا انه لازم تكتب نفس الديكلاريشن ده تحت، بتكتب void واسم الدالة، والمرة دي بقى لازم تكتب اسماء المتغيرات مادام بتعرف تعريف كامل، عشان هبدأ استخدم اسماء المتغيرات دي عشان اعمل الحسابات بتاعتي. فانت عندك متغير الاولاني هنا f underscore n first number و s underscore n second number. تفتح الاقواس، هيكون عندك اكيد ال a اللي انت عارف انه هيكون فيه الخارج على شمال اللي يساوي، عشان تعمل العملية بتاعت الجمع وتخزنها جوه ال a، وبعد كده تعمل عملية طرح وتخزنها جوه ال s. بما انك بتغير هنا في قيمة المتغير المبعوث بامبرسند، يبقى المتغير ده هيتغير هناك في الاصل. ولو نشوف اخر واحدة اللي هي ال m بتساوي، طبعا دي مفروض مش طرح ده ضرب، m بتساوي f underscore n مضروب في s underscore n، حطه في القوس. اللي بيحصل بقى انك لما بتدخل مثلا هنا رقمين خمسة وستة، الخمسة والستة دول لما بتيجي تدخلهم هنا لما تنقل على الدالة، طبعا دول ملهمش قيم معينة لسه مش معروفين، أو ما بتنادي على الدالة بيوقف التنفيذ هنا ويروح على الدالة، يروح ناسخ قيمة الخمسة والستة هنا في الـ f underscore n والـ s underscore n، والاتنين والتلاتة اللي في الآخر دول لسه ما فيهمش قيم أصلا. يدخل هنا يحسب خمسة زائد ستة ويحط الناتج في مين؟ في الـ a. ولما تتغير قيمة الـ a بتتغير قيمة المقابل ليها هنا في ترتيب البارامترز. ترتيب البارامترز طبعا التالت هنا هو add، فلما تجمع رقمين خمسة وستة 11، يبقى الـ a هنا تبقى ب11، قيمة الـ add هي كمان تبقى ب11. نفس الحكاية بالنسبة للـ s، لما تيجي تطرح الاتنين الفرق سالب واحد في الـ s، وهنا قيمة الصب برضه هتبقى بسالب واحد. المالتيبليكيشن خمسة وستة 30 برضه هيروح ضارب الاتنين هنا ويخزنهم في الـ m، ولما الـ m تتغير المالتيبليكيشن هي كمان تتغير تبقى ب 30. بعد ما بينتهي تنفيذ الدالة في الجزء ده يبدأ بقى يطبع قيمة الاد، زي ما انت شايف مرة هنا ب 11 والصب هتبقى بسالب واحد ومالتيبليكيشن ب 30. كده انتهى حل السؤال الأول. ندخل على السؤال التاني. اكتب برنامج بالسي بلس بلس to first allow a user to input 3 different integer numbers. بتدخل تلات أرقام مختلفة من الكيبورد، وبعد كده بتنادي على function to find and return the main value، أصغر قيمة. finally print the main value on the screen. لاحظ إن احنا عملنا قبل كده موضوع max value، إنك تجيب أكبر قيمة لثلاث متغيرات، تمام؟ عملناها قبل كده السكشن اللي فاتت، هي نفسها نفس الفكرة بالنسبة للمينيموم، بس هتغير فيها حاجة بسيطة. يعني انت كنت قبل كده بتقارن انه لو مثلا لو اي رقم اكبر من الرقمين التانيين
يبقى هو أكبر رقم بشكل مطلق وتطبع قيمته. وممكن تعمل شرط كمان اف ان لو الرقم التاني مثلا اكبر من الرقم الاول والرقم التالت، وبعد كده اف كمان مستقلة لو الرقم التالت اكبر من الاول واكبر من التاني. ده في الماكسيمم. لكن في المينيمم هتعكس الموضوع، لو الاولاني اقل من التاني واقل من التالت في نفس الوقت يبقى هو اقل حاجة، ولو التاني اقل من الاول والتالت، ولو التالت اقل من الاول والتاني يبقى هو كده المينيمم. ده حل. الحل التاني انك تستخدم النستد اف، واحنا برضو كنا شفناها. وفي حال انك تستخدم اف الز اف، لو الاولاني اقل من التاني والتالت يبقى هو اقل واحد. طب الز يبقى الاولاني ده مستحيل ان هو يكون اقل واحد، يبقى انت هتقارن ما بين التاني والتالت، لو التاني اقل من التالت يبقى التاني هو اقل واحد، الز في الاخر خالص التالت هو اقل واحد. الحالة بقى او الحل الرابع يعتبر الموضوع ده، انك متعرف متغير ما ايا كان، مثلا لو سميناه نسميه مثلا من، حتى نسميه temp مش مشكلة ايا كان اسم المتغير. وفي البداية بتحط قيمة اول واحد فيهم مثلا ونفرض ان هو x، هتخزنه في temp، وبعد كده هتسأل لو ال y الرقم التاني اقل من ال temp، احنا كنا بنكتبها قبل كده لو اكبر من ال temp، لو اقل من ال temp يبقى هو اللي يستحق ان هو يكون الاقل، يبقى temp هتساوي الواي. ولو في برضه متغير تالت اللي هو زد اقل من التمب، طبعا هنا في جم في كلمة اف عشان محدش يلخبط، اف زد اقل من التمب يبقى التمب هتخزن فيها الزد. ده اللي هيحصل دلوقتي، ده اللي هتشوف في الاجابة. عشان include io stream والmin تالت المينيموم، min 3 nums فيها int و int و int، ثلاثة داخل عادي مفهومش أي حاجة، والخارج بتاعك no integer باستخدام namespace std. نعمل int main، وبعد كده نعرف التلاتة داخل من num واحد لحد num تلاتة، والمتغير اللي هيتخزن فيه الخارج minimum. تقول له enter the three numbers to find the min value، دخل التلات أرقام عشان تجيب القيمة المينيموم، وبعد كده من 3 numbers بتدخل تبعت الثلاث قيم وتاخد الأصغر فيهم وتحطه في minimum، وبتطبع من of given numbers is كذا، هو أقل رقم في الثلاثة هو كذا. كده انتهت المين. شوف الفانكشن نفسها، minimum للx والy والz، بتعرف متغير اسمه temp بتحط فيه أول متغير فيهم اللي هو الx، بعد كده بتقارن الy بالtemp، لو الy أقل من التemp يبقى بتحط الy هو temp، ولو الزد اقل من التمب يبقى تخزن الزد جوه التمب، واخيرا بترجع قيمة التمبرري. كده انتهى تنفيذ الدالة. تمام، اللي بيحصل في تنفيذ الدالة انه لما بيجي هنا بيبعت الدخل، لو افترضنا انه مثلا 2 7 1، هنا دخلتهم انا بالسي ان وجيت انادي عليهم هنا 2 و7 1، بيجي يوقف تنفيذ الدالة عند النقطة دي ويروح طالع هنا على الدالة وينسخ قيمة الاتنين، تحط هنا السبعة تبقى هنا وواحد تبقى في الزد. أول حاجة هيحطها رقم 2 هو اللي هيحطه في التم، وبعد كده يشوف هل الواي اللي هي السبعة أقل من التم؟ لا طبعا، سبعة مش أقل من التم فمش هينفذ الجملة دي. بعد كده الزد بواحد، هل الواحد أقل من 2؟ اه، واحد أقل من 2 يبقى الزد هتتخزن جوه temp، والtemp تتغير قيمتها من 2 تبقى 1، وريتيرن للtemp اللي هي قيمتها دلوقتي بواحد. أول ما يجي ينفذ الجملة دي بيروح راجع ويعتبر شايل الدالة دي كلها وحطت قيمتها اللي هي الواحد، والواحد ده هو اللي هيتخزن جوه المن، بالتالي هتطبع هنا من of the given numbers is، ودي قيمة الواحد هي اللي هتطبع في الخارج. تمام، نيجي نشوف الدالة اللي بعدها آخر مسألة. By using recursion، يعني ايه recursion؟ هنعرف دلوقتي. اكتب C++ program to find to first في البداية allow a user to input an integer n، ندخل رقم صحيح من الكيبورد، and then call a function نتنادي على الدالة to find and return عشان يرجع the factorial of n، يرجع مضروب n. Finally print the result on the screen. السؤال بقى يعني ايه recursion؟ الريكيرجن
عندنا معناها في البرمجة انك الدالة بتنادي على نفسها. يعني ايه الدالة تنادي على نفسها؟ تعال نشوف الاول الفاكتوريال بيتعمل ازاي، طريقة حسابه ازاي. فلو مثلا عايز تجيب مضروب الاربعة، مضروب الاربعة بتساوي معروف طبعا اربعة في تلاتة في اتنين في واحد، تمام؟ وده طبعا قيمته واضحة، ستة في اربعة باربعة وعشرين. طيب تعالى بقى اما نحسبها كده بطريقة تانية انت برضو فاهمها. انت عارف انه من الشكل ده ممكن تقول ان مضروب اربعة واربعة مضروبا في مضروب تلاتة، صح؟ وفي نفس الوقت مضروب تلاتة هو عبارة عن تلاتة في مضروب اتنين. يعني عشان تجيب مضروب اي قيمة هو عبارة عن القيمة نفسها مضروبة في مضروب اللي اقل منها بواحد. يعني كل مرة انت ممكن تحسب المضروب على عن طريق انك بتحسب القيمة نفسها اللي انت عايز تجيب لها المضروب مضروبة في مضروب اللي اقل منها بواحد. كأنك لو قلت كده انه انت عايز تجيب مضروب اكس، ده بيساوي اكس مضروبة في multiplied by مضروب الاكس ناقص واحد. من هنا تتحقق فكرة ان في ريكيرجن، انك عشان تجيب عشان تطبق دالة الفاكتوريال على الاكس تقدر تجيبها عن طريق انك بتضرب الاكس في تطبيق نفس الدالة بتاعت الفاكتوريال بس على اكس ناقص واحد، تمام؟ كأنك عشان تجيب الخارج ده محتاج تنادي على نفس الدالة تاني، تمام؟ فمن هنا حصلت او تقدر تستخدم لما تلاقي انك في مسألة ما بيحصل حاجة زي كده تعرف انك تقدر تستخدم الريكيرجن. وللعلم كتير من حاجات الريكيرجن ممكن يتنفذ باللوب، يعني الموضوع تحس فيه ان فيه تكرار، وكتير من التكرار ممكن يتحول للريكيرجن. الاتنين ممكن يتحولوا لبعض لكن مش دايما، في ساعات حاجات ما تقدرش تحولها من ريكيرجن للوب والعكس صحيح. وهتلاقي كمان ان الكود اللي بينكتب بيه الريكيرجن بيبقى اقل بكتير من اللي هتحتاجه في اللوب، بس لو انت فاهم الموضوع كويس انت لازم تفهمه وتحلله بالراحه. لاحظ ان في حاجه، هو انا على طول هفضل لما عاوز اجيب مضروب الرقم القاعده دي ماشيه على طول عباره عن الرقم في مضروب الاقل منه بواحد؟ لا مش ماشيه على طول. ليه بقى؟ لانك هتيجي لحد الواحد، مضروب الواحد بيساوي واحد، وبرده مضروب الصفر بيساوي واحد. لكن ما ينفعش تقول ان مضروب الصفر عباره عن صفر في صفر ناقص واحد اللي هو سالب واحد. فانت عندك لازم بيبقى فيه ستوب كونديشن، حاجه توقف عندها. ما ينفعش الريكيرجن يشتغل على طول، ما ينفعش يقعد ينادي على نفسه على طول. انت كده هتدخل كانك يعني في لوب لا تنتهي. لو قارناها باللوبس هتلاقي نفسك دخلت في لوب لا تنتهي. فلازم دايما مع الريكيرجن في شرط يوقف الريكيرجن. فالشرط بتاعنا اللي بيوقف الريكيرجن انه لو المتغير بتاعك اللي هو الدخل مثلا، لو الاكس بتاعتك بتساوي واحد يبقى لازم هترجع ريتيرن واحد، تمام؟ تمام. يبقى لازم يكون عندك لما تيجي تعمل ريكيرجن حاجتين اساسيين، تعرف الريكيرجن نفسه هيحصل ازاي، ازاي انت بتنادي على نفسك. لازم تبقى الحاجة اللي انت بتحلها او المشكلة اللي انت بتحلها بيظهر فيها انك بتعمل نفس العملية مرة تانية بس مع اختلاف بسيط في الدخل. ولازم تبقى عارف الشرط اللي هتوقف عنده التكرار ده. دول اهم حاجتين، تلاحظ كويس ازاي انت بتنادي على نفسك وتعرف امتى هتوقف. تعال نشوف الدالة عاملة ازاي. تبدأ بالايو ستريم طبعا، وادي السيجنتشر بتاع، ادي الدخل الديكلاريشن بتاعك يعتبر او الهيد بتاعك او البروتوتايب زي ما انت عايز تسميه. ادي اسم الدالة، وادي نوع الدخل، وادي نوع الخارج. وادي يوزنج نيم سبيس std. بعد كده int main تبدأ تكتب انت عايز تنادي دلوقتي على الدالة، فبتكتب int n وفاكتوريال، ده الدخل هو n والخارج هو فاكتوريال، وتقول اليوزر لو سمحت ندخل رقم عشان تجيب الفاكتوريال بتاعه، وتعمل سي ان للرقم ده، تشوف لو الرقم اقل من الصفر يبقى الرقم ده مش رقم صحيح، مش رقم موجب قصدي، وبالتالي ما ينفعش تجيب له مضروب. ولاحظ انه الداله بتاعتك الشرط بتاع الاوف احنا قلنا لو الاكس بتساوي واحد مش شرط، ممكن تخليها بما انك عامل الشرط ده متاكد ان اليوزر مش هيدخل لك رقم اقل من الصفر، انك لازم تعمل حسابك برضو على الصفر.
فممكن لو قلنا كده عندك حل من اتنين، ما تقول اف اكس بيساوي الواحد اور، لو عايز تكتب اور تكتبها كده او ار، او الشرطتين العمودين دول، او الاكس بتساوي صفر. ممكن تكتب كده لو الاكس بتساوي واحد، او اكس بتساوي صفر، او ممكن تكتب كده اكس اقل من او يساوي الواحد، اللي هي طبعا تشمل الصفر والواحد، بما انك هنا عامل تشيك انه لازم اقل من الصفر، لانه لو اقل من الصفر قصدي ما ينفعش، وانت كده هتتاكد انه المينيمم بتاعك هو الصفر، اقل حاجه هي الصفر. يساوي زيرو. بعد كده انت بتنادي على دالة الفاكتوريال دي ال n ايا كانت قيمتها، واللي انت متاكد طبعا ان هي اكبر من او يساوي الصفر، وبعد كده بتطبع قيمه الفاكتوريال از كذا. تمام. الداله بقى نفسها اللي هيكون فيها الموضوع ادي ريتيرن زيرو، الداله نفسها هيكون بالشكل ده. سيبك من الجزء ده دلوقتي. انت فاكت انت اكس، وبعد كده بتدخل بتعمل الشرط اف الاكس اقل من او يساوي واحد ريتيرن واحد. طبعا لو ما تصححش ده هيبدا ينزل على تحت ريتيرن اكس مضروبه فيه فاكت اوف اكس ناقص واحد. ايه ده؟ نفس اسم الدالة؟ اه هو ده كده، ده معنى الريكيرشن، انك بتنادي على الدالة بنفس اسمها. تمام. ده شكل الدالة اللي انا هستخدمها في الريكيرشن. طب تعالى نشوف بقى بتتنفذ ازاي. عشان تفهم ازاي بتتنفذ انا هعمل لك جدول بسيط كده. الجدول ده هيبقى فيه تلات اعمدة. الاولاني هنعد فيه الان، هنعد فيه عدد مرات اللي انت بتنادي فيها على نفسك، والدخل بتاعك هنا اكس، وادي قيمة الريتيرن اللي راجعة من الدالة. طيب لما اول مرة تنادي على نفسك، لو افترضنا مثلا ان الدخل بتاعك هو اربعة، الاكس باربعة، حاجة بسيطة عشان تجرب عليها بس، هنا الاكس هي دخلت باربعة، هل الاربعة اقل من او يساوي الواحد؟ لا، يعني مش هتنفذ الجملة دي. يبقى هتنادي على الدالة هنا الاكس بكام؟ باربعة، وتنادي على دالة فاكتوريال تاني بقيمة اكس ناقص واحد اللي هي كام؟ ثلاثة. طيب ادي الدالة اهي تحتها، هنا انا كاتب لك نفس الدالة كمان مرة عشان اوري لك ايه اللي بيحصل، بس طبعا انت مش محتاج انك تكتبها اكتر من مرة في حل السؤال. فانت هنا بتروح جاي منادي على دالة الفاكتوريال، بيروح جاي هنا اهو منادي على دي، هو اصلا بيثبت قيمة المتغير اكس اللي كانت موجودة بيحفظها يعني في جنب ما، عشان لما يرجع لها تاني يبقى ليها قيمة. انت هنا بتنادي على دالة تاني بقيمة كام؟ ثلاثة. لسه ما اعرفش نتيجة الفاكتوريال دي بكام، حتى هنا بتنادي على الفاكتوريال نفسها كمان مرة بالاكس قيمتها ثلاثة، هل الاكس اقل من او يساوي الواحد؟ لا. فانت بتروح تاني منادي على الدالة مرة دي قيمة الاكس بثلاثة، وهتنادي على الدخل هنا بقيمة اتنين. يبقى ده لازم انادي على دالة كمان مرة وابعت القيمة هنا بكام؟ الاكس اتنين، هل الاتنين اقل من او يساوي الواحد؟ برضو لا. يبقى هنادي تاني كمان مرة، وهنا الاكس باتنين، وهنا بقى هتنادي على الفاكتوريال بكام؟ بواحد. وتنادي كده على الدالة اخر مرة انت فاكتوريال اكس، هنا هتبقى بواحد. طبعا لو الاكس اقل من او يساوي الواحد ريتيرن واحد، هنا بقى الشرط ده هيتحقق، يبقى هترجع واحد. الواحد اللي هترجعه ده هيتشال قيمة فاكت ده ويتحط قيمة واحد، يبقى انت كده ريتيرن اتنين في واحد. اتنين في واحد دي لما تنتهي كده انت خلاص عرفت قيمة الفاكتوريال على بعضها، لما الدخل باتنين كانت باتنين، يبقى هترجع هنا للنقطة اللي انت كنت سايبها وتلغي الجزء ده وتحط قيمة اتنين، وتضرب بقى تلاتة في اتنين بستة، الستة دي ترجع من النقطة دي للنقطة اللي كان الندى عندها هنا بستة، ادي قيمة الدالة على بعضها، اربعة في ستة باربعة وعشرين، يبقى الناتج النهائي بكام؟ 24. تعال نشوفها في الجدول بعد ما فهمت الدنيا. ده اول مره اهو دخل باربعة. طبعا انت لسه ما تقدرش تعرف الخارج وقتها، لازم تنادي على فاكتوريال كمان مره، انت تنادي عليها في المره الثانيه والدخل كام؟ بتلاتة. تيجي تنادي بعد كده المره الثالثه والدخل كام؟ باتنين. دي المره الثالثه هنا، دي تعتبر المره الثالثه. تيجي بقى تنادي المره الرابعه الدخل كام؟ بواحد. هنا الشرط هيتحقق وترجع قيمه واحد، ترجع للي قبلها تضرب الواحد اللي هو ناتج ريتيرن ظروف قيمة الاكس وقتها، واحد في اتنين بكام؟ باتنين. وبعد كده القيمة اللي رجعت الاتنين دي
ترجعها للدالة اللي قبلها عند الحالة 2، 2 في 3 ب6 تتخزن هنا 6، وال6 في 4 تبقى 24، وده الناتج النهائي. ودي طريقة شغل ريكيرجن. وبالتالي انت ممكن تستخدم جدول زي ده عشان تحسب الريكيرجن شغال ازاي لو انت متلخبط ومش عارف تمشي امورك كويس. تمام. المطلوب بقى في الهوم ورك، المطلوب انك تكتب برنامج بالسي بلس بلس يخلي اليوزر يدخل 3 ارقام مختلفة من الكيبورد وتنادي على دالة اسمها مينيمم عشان تجيب اصغر قيمة، ودالة تانية اسمها ماكسيمم عشان تجيب اكبر قيمة. لاحظ ان احنا الاتنين يعتبروا اتبعوا، وفي الاخر اطبع قيمة المينيمم والماكسيمم على السكرين. دي دالة او دالتين، انت كده البرنامج عندك هيكون فيه دالتين مينيمم وماكسيمم او مين وماكس. البرنامج التاني بقى هتكتب برنامج بيدخل لك 3 ارقام مختلفة من الكيبورد وتنادي على فانكشن عشان يرجع الماكسيمم والمينيمم الاتنين مع بعض. بما انك هترجع قيمتين مع بعض يبقى ما ينفعش انك تعرف الدالة، عادي هيبقى زي اول مثال، اول مسألة اتاخدت النهاردة. اظن الواجب واضح وربنا يوفقكم.